بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة السلام، قناة مركز سلام للمعلوماتية، تقدم لكم شرح متميز لأحسن مواقع تحميل العمولات بين البنوك، ويدعم أغلب البنوك مثل أوك باي، بريفكت موني، أديف كاش، بايار، بيتكوين. اسم موقع مستر موني برازيل، مجرب شخصيا ومجرب 100% وصادق. الآن إخواني أتطرق إلى كيفية عملية التسجيل. هو موقع تحويل العملات برازيلي. اختار هنا اللغة الإنجليزية لنتمكن من معرفة محتوى الموقع. نضغط على ريجستي. كما تشاهدون صفحة التسجيل. هنا أدخل الاسم الكامل، مثلا وهنا أدخل الإيميل، وفي الخانة الثالثة إعادة تأكيد الإيميل، وهنا تيب دو ريجيست ناتورال ناتور بيرسون. هنا تيب اوف دوكيمون، بطاقة تعريف، هوية، دوكيمون نمبر. هنا تدخل رقم البطاقة، مثلا ادخل هنا رقم بطاقة 36 40 70. هنا الأدريس، أخذ هنا عنوان، أنا لا أدخل المعلومات الآن هنا صحيحة، أملك حساب آخر. شرح هذا لتوضيح كيفية تسجيل البنك. أدخل الرقم هنا، أدخل عنوان بونو و نوتيتي بونو، ستابي كود بوستال. لا يقبل البريد، مركز البريد التعريف الجزائري، انتظره شكل وهمي. هنا رقم تليفون، اختار هذا الرقم. وهنا لا داعي ريفر كود، إذا كنت لا تملك ريفر كود مع صديق آخر قام بتسجيل فلا داعي لغيره. هنا أدخل إلى الباسورد، تأكيد الباسورد، وبعد أضغط على سينك أوب. يطلب مني الآن إعادة تأكيد الإيميل وأدخل كلمة مرور أخرى. بعد أضغط على سينك أوب. يقول لك مي ريجيست، هنايا تقوم بالتأكيد.
احنا عذرا اسئلني في هنا الشرح هنا خانة شيك اكونت سنت ديكومونتاسيون قائمة لتفعيل حساب في هذه الخانة أضع صورة بطاقة تعريف وثني وهنا أضع صورة من فاتورة لتأكيد الأدريس وهنا في هذه الخانة أضع صورة شخصية تكون كاملة وبعد التكميل أضغط على سند وبعد ريجست تقريبا هذا الشرح الكامل هنا أنا مشوش في الحساب أدخل إلى اليمين تاعي لتأكد على مستر مون دي برازيل ريجيست دونت سكسيفلي أضغط هنا لتأكيد حسابي كما ترون داخل حسابي هنا تقوم بإكسانج إكسانج يدعم أغلب البنوك بيفوت موني أديف كاش أوكباي فاير بيكسوم أديف كاش بريفات 24 بيتكوين مثلا أجرب بريفيكس موني إلى أديف كاش مثلا أضع 150 دولار ميغا بريفيكس مونوي ريسيف اديف كاش 147.78 دولار ويقوم بالتحويلات بين اغرب بنوك سريعه لا تاخذ اقل من 5 دقائق مثلا يوجد عندي حساب اخر قمت بتحويل من بريفيكس مونوي الى بيتكوين البارح وأطلعكم على بعض التحويلات ومراجعها تطلب مني إعادة إدخال المعلومات وكذلك لتحويل العمولات لا يطلب حساب مفعل لكن للأحسن تفعيل الحساب أنا حسابي الآن غير مفعل وقمت بتحويل العمولات بين بريفكس موني بيتكوين ناجحة
الآن دخلت إلى حسابي، وكما ترون أختار اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مي إكسانج. كما ترون هذه المعاملات تمت بنجاح. تحويل بريفيوس موني 10 دولار إلى بيتكوين 7 دولار. كما ترون البارحة نفس وقت بريفيوس موني، البارح بريفيوس موني 136.9 دولار. أطلعكم على استقبال في محفظتي البلوكشين. كما ترون البارح في نفس الوقت استقبلت المبلغ 0.31 تقريبا بيتكوين. قام بالتحويل بنجاح. طيب، قام بالتحويل إلى محفظتي بريفيكس موني بنجاح. أنصحكم باستعمال هذا الموقع للتحويل لأنه لا يخص عمولات كثيرة عند التحويل، وسريع جدا. أقل الوقت يمكن استعماله في التحويل 10 دقائق. تحويلات بريفيكس موني بيتكوين تكلفة وكفاية. موقع جد رائع، أنصح به. إخواني وأخواتي، أشكركم جزيل الشكر على مشاهدتكم الآن، وأتمنى أن نلتقي في شرحات جديدة في عالم البنوك والمواقع الربحية. أشكركم جزيل الشكر إخواني. السلام عليكم.